تجيب الكانيون. نبعث له بابر من هنا ما تبعتهمش كاع واحد 5 ولا 10 باسكو بزاف ينجموا تولي في كارثه ولا هنايا تبعت غير واحد 5 ولا 6 ايتيري واحد 4 ولا 5 مدافع قيس ما العدو منا يتبانيكا ويجي غير نجيبوه منا نطبعوا لهم الغاشي تاعنا من هذه الجهه اقلي وقلب لا يديك لا يجيبك ومن بعد نحبط تاعنا البوابر اللي منا يحبطوا كي يخرجوا اليابسه تساعدنا فور لا خاصو اليابسه غير يحبطوا كاين قرقابيه من بعد تما ترمي الجيوش تاعك شيخ الجيش تاعنا يبدا يحبط 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 رباطيهم هنا بعدا نحلقوا لهم هنا نغلقوا لهم في هذه المنطقه هنايا الزيار نحطوهم في الليطو ومن بعد هاي ليك وعدي غير تشارك عليهم خطره زيت حليقه ثانيه سبام شغل بونتو ميسا روندا كاو تكنيك ما كاش اللي يهضر معاك كاع معليش نسقسيك عمو والحرب هذه مع من هذه الحرب ضد الروم المتربصون بنا وهم يا بني أشرس أعدائنا نجي قلت لي على بالك أنا لا أقرب طبعتكم على رأسكم مما مع الروم فيها حكاية أخرى أقلب مع الروم أقلب خاش هكذاك ماشي في صالحك ميسا شونجريا العشرة خلوهم عشرة الخطة ما تبدلش تبقى هي هي حاجة برك اللي تبدل كي حبطوا الجنود تاعنا اليابسة القرقابية تقول لهم طلعة خاش تقلبت الدعوة الور اوتوماتيك مما دابك تبعت الناس اللي عندهم لي بومو صحاح ما يتكيفوش باش ينجموا يطرحوا لقد استوعبت مضمون الخريطة الجيدة اذا هنا تقع بلاد فارس وهنا شبه الجزيرة العربية وهنا بغداد بلاد الرافدين لنا ندافع عن شرفنا ندافع عن بغداد بلد العلم والحضارة هذه في وقتك عمو في وقتنا عم يحبطوا فيها اللي فارا اللي مارينس دعنا من المزاح يا بني فلنذهب تنجم تقرديها بها بالكارت وديها بملي دروا ما تديكلاريهم ليش ديهم من تاني بريكو لي فيها شيخ عمو خريطة لرسم خطة تعز علي هذه اللحظات الجميلة لأنني مع فجر الغد أنطلق بجيوشي لمجابهة العدو لا بد أن أذهب للدفاع عن شرفنا وديننا يا بني وانا لما تخليني يا عمي سأتركك في حماية وزيرنا ليرعاك وعرشنا سمعا وطاعة يا مولاي إنني أضعه بين عيني ايش يسمو المشكل قاع ولتم من اللي جيت من حيتنيش من بين عينيك كان غير هذا ما كاينش واحد اخر قعد معاه يا شاعرنا الكبير اسمعنا شيء من شعرك الجميل فليكن ذلك ان كان يجمعنا حب لغرته فليس ان بقدر الحب نقتسم فذا زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم الله 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 فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم الله الله با 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 لا فض فوك يا شاعرنا الكبير انا والله غير تبعت شويه بي بريمي وفورا سيد هذا با 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 عمو تحب ندير اغنيه شو نديرها فال تربح عليها ان شاء الله في الحرب تريد ان تعزف بعد على تفضل مدموزل اسمع فينا دقيقه وراسك اسمعنا Thank you.
صوصات من القيرة عمو يزهينا دير شاشية وفي نوار أو حال فعل الروم داروا فينا شوم غنوا معنا يا صغار أو صوصات من القيرة عمو يزهينا دير شاشية وفي نوار حال فعل الروم داروا فيه شوم غنوا معنا يا صغار أو صوصات من القيرة عمو يزهينا انصرفوا ابقى يا صياف فضلا يجب ان اطبر مكيدة للخليفة لنقضي عليه في ميدان المعركة حتى يعتقد الناس انه مات شهيدا الملعون يريد أن يساوي العربي والأعجمي لا تقلق يا سيدي إن أيامه بل ساعاته معدودة سأقضي عليه قبل نهاية الحرب وهو كذلك يا صياف ما هذا؟ سلو الناس علاه يا خويا علاه سوني لي وانا كنت اون بلين قرايج هارون راك تسمع فيا راني خدمتها راني فاهمك راني فاهمك باللي هذا وين سقمتها الله مين راني تسمع فيا راني تسمع فيا هارون راني خدمتها راك تسمع فيا دوك تعاود نديمك هارون اسمع غير خاوي كيف تعاود تفاكشيني يا دابا بدات تسخن شوف لازم لك تعاود تطيح في المضرب اللي طحت فيه مع الاول هكذا باش تعاود تجيبني نولي وين طحت غير ما تخف ما نجدوك نعاود نتيليبورتيك هارون ومن بعد لاقلي يا خوتي علاه يا نحن باش هذا انت هارون منحتني الفرصه ليقضي عليك اسجنوه وقطع راسه عند طلوع الفجر اني فهمت علاش كملتوها ماشي مليح بصح والله غير نبيع العب ما صنعتش ستقتل سيقطع راسك ويوضع تحت الشمس حتى يتعفن بيد ان تنهش كلاب جسمك على بالي كيمشي يموتوا عندكم وعلى بالي بهاد الديطاي لكن بامكاني انقاذك هيا أسرع إني أجازف بحياتي لا تخافي لا يبرق بنا أحد حتى يعتز لقد وضعت بعض الأعشاب منومة في عشائهم الليلة تعلم أن أمي هي من تطبخ الطعام قل لك لو كان راكي في وقت نار تبيعي السر وتعرقد أديري حالة كيف مشابهة هذه يا هذا الممر عالفن يمر منه أسمع هذه اللي تسميها مقطع انتية أنا لو في مرة المارشي ها؟ عليك بالصبر لم يبقى إلا القليل قليل البيطة صبري صبري ها هنا هنا اللي كان مقاري هذاك الجمل شفيت على المضرب هذا مول دلع ايه شفيت له صبري ولا ما جاتش لخبينا العرف اللي بالناس هذاك نورمال رونديفو تاعنا هنايا يا بالناس راني في كونتاكت معك يا خويا معلوم لازم نروح اش بيك قعد هنا صافا فاول اه بالناس راني في رونديفو يا خويا ما جاتش لخبينا العرف وهاد الخطاب ديري الحومه من لا منا ايوا واش ندير هادي وعلى كوش صحا نورمال هذاك هو سيبو خير الاخير تهلاي في روحك لا ما تمنك واش ما كنتش مك انت يا انا شهرزاد شهرزاد مش خويا ليش انت تاع الف ليله Thank you.
يا عاود ردني يا هادي انا بلا بلا غير انا انا كي كنت مع النقال هارون هارون را هارون راشد انا ولا غير انا مع القوم ها انا 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 اللي مع النقال هارون راشد منا شتني هاني انا مع النقال هارون راشد شتني هاني يا والله انا عارفك انت شهر زاد انت عطيتي المفتاح باش هرب ياك من الحبس داوي شي هذا مهبول على روحه هكا مهبول